من كوره يا الجود، مدري يجود. احنا الحين شارع في شارع وش اسمه هذا؟ شارع الشباب. خبر 6/6 هذا. لا. صح؟ عهد قديم. والله جد. والله جد. هذا الحين وشو؟ هذا شارع الذهب. لينك ذهب. لا قلت سوق امه انت. سوق امه انت. يا اخي ذاك 6/6. انا بعلمك شنو؟ ها. انت هذا معروف ليش؟ ها. قاعي وهذا الحرام هو جاي بدري. ليش تدعم انت عشاء؟ ما تعرف ولد عمي المجنون ما يجي ارقع. قاعد بس يلا انت وياه. انا بهاج معكم بهاج قام يلا بس اركب بس الاعلان ما في قم اركب الاعلان تعال هناك ان شاء الله متابعيني حباني لكل من يشاهدنا في هذه الليله انا سعيد جدا بتواجدكم معنا في هذه الليله الجميله الذي الذي لا تصنف اي والله الذي يعني ما لها زمن ولا لها وقت يا ادم انت عندك ايه ارحب يا انت سفر ارحب وترحب بالمطر شلونك شلونكم طيبين؟ يا مرحبا الله بشروني عنكم، وين الدنيا بكم؟ بشروني عنكم. هلا بإخواني. هلا والله. يلا حيهم. واكم. أنا كويس. كيف حالك؟ كله كويس. كله كويس. نظرات كله كويس. بنغالي؟ هلا والله بخال. ما شاء الله. لا تروح أنت خذ رسمك عمته. ما في أبي أسولف. ليه؟ السلام عليكم. قولكم. كيف حالكم؟ اليوم أنا جسمي خالي. يا خالي. يا خالي. آه يا ريت يا سخ. خليك أنا عبد الرسول دعمك بس. أنا أشهد. لا ما عبد الرسول ما قام عنده شيء. بس اسمع. إذا عاد يقول مزك تنجاك. عاد ما تنجاك. في فور أفر مدري. يا ولد يلا حيوم أخباركم. قصة كام أيام الدمام. لا ما أقدر. ما أقدر. إس بي سيفوتكم يا سامح حياكم الله. يا عيال أنا تريد بش السالفة. إيه وش السالفة صدق. بهاجي إس بي إس خاله. لوز فيهم. شخصيني أنا ترى. ليه؟ جود والله أخ نور يا كثرهم. يلا يقولون جسم بهاش طشنا من قصتنا نشوف اكثر منها ها والله ما انقال وش انا قصرت اي والله وش قصرت خلاص ليه ما تحط دعمك شريك معرفه شلون شريك انا زبطتك يلا حيهم الحين وش عندهم يقولون خلصنا احد يخربوا مساحتهم انا صوتهم من سبيس أمس والله في ذمتكم الناس مكسرة بعد بثك أبو 7 ساعات مش بثت 7 ساعات دقوا على سؤال أشد ذي أتعرفك زين تقول دق سايكو حي إنت سايكو نادو سالمي علمنا سالفة اللي قال لازم حسن موجود أوه هذه أمس حيك وهي سايكو أبا يا خالنا تطردنا وش احنا مقصرين فيه مرو جود ويز حياة خلكم مستمعين ما نحتاج جواز محسن نبي خالنا اح صد أوايت كنت انتي طولي بعمرك ما في خال أنا خالكم ما في خال أنا خالكم لي ويش بهاجر 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 مجاكم وبعد بث بس ساعات اليوم في بث 10 ساعات من أشهد بدري لا لا برعاية خال اليوم عندنا بث قابع علموا القاصي علموه من فناجيل مشروب أوبا حيك ولا عطنا ذيك قلب الصورة وش صورته خذ والله تصميم والله كفو يا نجي اسمس اللي في بالله ارسل لي اللي اوه اللي من الامارات والله قلب هلان اسمع هلان مدري طيب احفظ لك هلان احفظ لي صورتك لا ابي ارسمه يا اخي ها ابشر مساعدك بس لي ابو محمد يلا ابي اروح لكورت شوف شوف بالجبانيز والحلا يردنا عشان اصبر عشان باقي نطول لا يا خال معدبي معدبي ما تطلع هي هو بنساعد شيء طيب سفيس خلنا ندور اعضاء لا ما ابي بس ابيها رسم يبي خالنا ماني بيهاج ما فيش خالكم انا خالكم يو انت لقيت انت لقيت ها روح ودي لهم محل مريض خلاص اسمع سفيس وين حساب الخال ما يطلع لي انت معنا سفيس سلامات يا خوالي اسمع ما عندك حياة 10 ساعات ما عندك حياة أنت وحياتي روح يا العنو مرة رد القوي يا أخي ردك حلو يا أخي ردك تيماسي يا أخي أنت وحياتي يا ودو يا مش الله أنا معرفة تصور زيك يا ما أعرف أقول لكم حياتي وذا الكلام تصور على أنت حياتي روح لكولد كولد؟ إيه صح أنا أخذنا قهوة ما في الجابانيز القهوة السادة زيانة في بيش اللي عندك والله في قهوة ثانية بس أنا أحب من عندك اللي تبو تكي والله يلا تكي يلا تم يلا تكي انا تكي تكي يلا تم انه وراي شيء يا عيال اهتموا يا خالد تكفون تكفون لا تخلوني تكفون غريب عليها الكلام ايش رايك تكون؟ اي والله 13 ساعة كم بس حيك
ولد اختي مشهور حقك يا بس انت ولد اختي يلا ربنا تعودين عليه الله يحفظك يا يحفظك يا اختي اللي من العراق يا ابن منا يا ابن منا خلاص 24 ساعه احتزم اشهدني بروح من الربوع تروح معنا الحساء اي مكان بروح اي مرحبا شال شنطة تجار يعني انت رايح من الحساء بدري الله مرحبا بك انا ولد اسمع والله ما يبقى قاعد انت صاحي بهاج بهاج يروح وين بيروح بهاج على العين راس بروح لا بس انت عايز اسمعني ما بقدر والله اذا بهاج بقعد انا بقعد اخي والله والله اخي ما بك وين تكتب معليش بهاج خل خالنا يغني اغني عنك يغني عنك شو اسمه كنا لا ما بيك تحزن لا أبشر بالسعد العيون العيون خالي والمتابعين هذه إهداء لكم كلكم بس لا أحد يبكي أمسك عبد المحسن ترى حساس عبد المحسن بعطيك طراق على عينك والمدارة من تكفيني كان لا مني وكانه كل ما قبل وزعل فيني يا تبسم مستنى والله انه والله انه في ضاعيني واتشبك صدق وحنا مع عبوبة النود ياتيني طيب اللي مبطي حنا كل ذكرى بينه وبيني تستبيح الوجد بلعنا أي خدمة اذكر والله اذكر والله والله اذكر والله اجي شيء والله ما خليك ترى والله العظيم اني اقولها وانا صادق قرب اذكر والله حبيبي سلام اذكر والله طيب صل عندك كفو بس أخذك قطة تهجم سبت اذكر والله يا أحباني والله العظيم والله العظيم إني رجال مخاف على نفسي اذكر والله يا ولد أنا يا ولد الله يسامح قناة الواقع اذرني بكيت بدا الطريقة يا ولد وين يوم التمثيل مع المنذر والله يا ضحكت من شكلي يا ولد يا ولد مدري الناس كيف كانوا يطالعون فيني مدرت صح ولا يقول لك قدر مقرق بلكي عبد الرحيم فاطس طلع جدر يا ولد كيف كنت تبكي كذا ام حق شهريه اذكر زاد بس انا باكبر جائزه يا صوت يا ولد بارك الله صلي طيب خليهم اخوان مليا طلع خال اطلع احد ليه يا خلينا نشوف منهم من يطالب من بتطلع فريق دعمي طلع فريق دعمك ايش رايك ولا قاعد تسولفون افتحوا بس مايك ولا تسولفون بس اكتب يلا اطلعوا بس لا تسولفون خلوا المايك شغال بس خلوا يسولفون وفين سرعه يطلبون يطلبون 700 طالبين ولا شنو يا كذا ما قلت علبه توتي حساب خالي وكيف لا بدا لا تحاول لا تضغط كيف عاد قسم دعمي أبعطيكم ها بس لا تسولفون شغل قراء خلاص يا دعمي شغل قراء شغل القرآن ولين نجيكم ولا اسمعني بس لا تكلمين كيف أعطيها كيف هذا إضافة متحدث إضافة متحدث يعني عطيتك الله الله يا له والله الحين خلنا نأخذ ولد ولا ليش الإشارة ذي يا لود سلامات أوه 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 ليه ما شغلت قرآن يا دعمي إيش عندكم ليه ما شغلت قرآن تخلوا الناس يأخذون أجر ناخذ أجر حتى حنا ويلكم باك يا فايز لب عينك كبس كبس ما في هنا في شيء في أكل وشرب هنا ما أدري لا ها شكل ما في وش في صدقات صدقات والله يكتب أجر معه يمة منك سنتي ويهك يا مودك هذا هذا بوضع مره
هذا تصفيق شيشه ولا ما ادري شيشه هو شيشه هذا جروب دعمي هذا دعمي هذا شو صار لكم انتم هذا وش هذا صوت فيه صوت اكو عيدي 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 خلي بهاجي اسمع عيدي عيدي اسمع اسمع عيدي عيدي مطر ولا مطر يقول والله هم خطيرين دول طيب احنا بنقلع امتي بخضره تدام في شيء بيشع احنا بنقلع ها هذا وما كنا نمر بلد يمين الرحله رقم 13 الى 18 ارجع اسمع تبي غاضب بيش قبل اطرح حضره تدام ولدنا داخل نعم اسمع احنا في هذا والله عادي انا معرف انا معرف اسمه يجي قبل احد انزل انزل طال عمرك انزل انزل الله يحفظك خلي انزل انزل في ناس ما تقول لا تقول الله يحفظك خلي خلي دايم اقولها اليوم وبكره وقفية اليوم وبكره وقفية الله يحفظك خلي خلي الله يحفظك خلي خلي والله ما عندي ايوه اخبارك هو بنساعد وش الزحمه بي بدفع بدفع اليوم وبكره السلام عليكم خذ خذ يلا حي اسعد الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات طبعا احنا الان متوجهين الانتقام يلعنهم الجدول الغاب يعني قهوه والجو بارد كذا خفيف وكان عندنا مطر وسبيس وسوالف ارحب يا الوناسه الدائمه ارحب يا الوناسه الوناسه اللي ما لها خشيه خلنا اسمع نروح نشناق الحان نستكد محسن محسن اجينا اجينا ما يجي لا هو جاي بس ما يجي طيب والله عطني خلاص خلاص معي خلاص معي عندي والله لما احط لما قادر تكلم انا والله انا قاعد اني حاسب سلام يا هلا والله يا معنا بهاج تعال تعال لي تعال 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 خلوكم معي الله يعينكم شغل القرآن يا دعم ولا بحلاكم وشو نسيته الحلاوه ايش حلاكم وشو تعرف ترمس ترمي إيه؟ تعرف ترمس إيه ترمس حق الماء ذكر ترمس قلت ترميس اقول خاف اقول ترمس لا 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 قلت ترمس بعد ان ترميس حلو اثنين ترميس ما بي مضحك عليك تكفى لا ما بحكي بس اسمع قلت ترمس ترمس قلت كان قلت ترميس ترميس حلو حبيته والله العجيب طبعا يقول لي العجيب يا ولد ذكروني بالترمس ذا هذا مشروع وش نسيته شو اسم المشروع تعال المشروع وشو 60 ولا جبنيز هو مو هو شيء في 60 الا هو طيب ليه جبنيز كل جبنيز بس هذا شغلنا احنا شغل مثرات يا ولد ترمس ترميس ثلاثة جبريس اسمع احسب عنك يلا انا قدام بهاجي هاي تعال 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 حاسب قدام بهاجي اللهم جعل قول اللهم جعل اساسك تندي والدي جميعنا نفس بس اي والله وحاسب عليك نشر احنا فلي والده حلو والله حلو والله حلو يا ولد شغل شو اسمه
علينا ثلاثة جبنيز واحد ترميسو اثنين ترمس اثنين ترميسو ترميسو قاعد طلع مو ترميسو كم يبي؟ اثنين ترميسو ثلاثة جبنيز محلي ولا سفري؟ لا محلي خمسة؟ مش يصير خمسة رقم الجواب؟ لا ما يحتاج عارضة أربعة مش ما يحتاج بعدين يعني ما بعدين ما يبرع جوز يعني من يوصل في الكبير الغائب اللي عندكم كيف يا ولد وين هي اخو نوره ترند يا ولد والله يفي دمتي حيك حيك عشان تبغى تدعس الله يبارك فيك انت وين كيف بالله ايه علومك ما عندي علوم تجينا الحساء انت وينكم احنا الحين بيش واجيكم الحساء شلون تجينا الحساء ولا منك جاي والله يا ولد بشوف لا لا لازم تجي لازم تجي ضروري يا ما انت تتحدد ها ها يا اخوي اي طلع انا اطلع مع بهايد لازم مسعود انت معنا صراحه ها لازم اي طلع اروح اسافر انا وبهايد لازم تكون معنا ابشر بي صراحه والله تسلم المحسن تعودت عليك يا اخوي واحس انك واحد من ابن اخي صدق انا والله صراحه عدني ابن اخيك بس يا اخي يا ولد احنا معكم ترى فاشله شوي يا ولد اصبر على الدنيا واصبر على انا وجاملنا حاول انك تجامل وتزين ان شاء الله يصير فيها تهديدات ويصير فيها اضطرابات بيدا ورا ما تلقى المحنه واللي يشيل لك من الارض نقول لك يا زبده لا تبيعي ترى ولدك قليل الحياه يعني يكون عندك خبر هو قليل الحياه بس يا اخوي لازم اننا نراعيه ونخليه يستانس لا ما استانس انت خبرك يقعد على جواله لازم جعله يقعد على جواله انه الى بعد بكره شعلي منه لا انا اخاف انه يضيم يجي حاله نفسيه يجي اضطرابات تكفى من هو بهاج قال ان شاء الله يضطرب او اضطراب لا تكفى لا والله لا والله ادعي ادعي علي يا ولد لا تدعي علي الله يقطعك انت ويا انت في بيشة عانى في بيشة طال عمرك فالين والدينها وعانى يمكن نمشي عقبه عقب بكره وين؟ لا يمكن نروح للحسا ولا النعيريه راح تمنها والله لي مرحبا الله يجزيك طول مهاليك بنجيك ناخذ عندك صوره وجواله يا ولد شفت الضبان يا ولد جوني والله صدق لا والله ما يبقى انت انا روح للحسن روح للحسن نجي منا نجي كذا عكس ليه انا ما ادري الزواج ادري هو انت تدري في زواج يوم الخميس اي ادري هو زواج واحد من يعني ما بحاضره غبي انت هو ما هو بحاضر هو بحاضر ها وش عنده شهادته معي ها شهاد والده يا مسعود يا مسعود يا حبيبي اللي يضحك جنبك محسن لا انا بلا وجهي يفي ذمتي يا عطى عطى كم وجهي وجه طلدني سلب ايديه اسمع يا وجه الناشف اسمع اسلام اسلام يا الوجه المليان لب عينك ابو نجد ازال ابو نجد اني احبك في الله مع انك تكرهني لكن اني احبك والحب اللي يعطيه الله سبحانه تعالى سبحانه والله اللي يعطيه ربي اي والله اللي يعطيه والله اللي ياخذ نعم انا صح اني مكروه بس اني ترى اني احبك ها على على يعني المستشفى عادي ديدي ناني 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 باذن الله انا ناني 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 وين بهاج اتوقع انك في اسمع ها اعطي ذي ترمي معنا ذا ها تدري من معنا سبيكه بهاج من سبيكه مسعود ابو زيف وانا وتراب لا ما دام ربي انطقك ربي انطقك من ايوه اشهد انها ما هي من قلب اي هو وتراب يحبك يا اخوك انت تحبه مو بواد طيب يقطع عندك يا خال اذا مات الحين كيف يا موبايل يعني حرمته ابو سالم تقى مسعود وجع ليه معتبر ابو سويس تكتك انا صرت داعم الحين والله العظيم اقسم بالله اني يجيني رسائل في الخاص شخص فيك الله وكيلك ليه مسعود ما عاد يبث ليه مسعود بعد بس امس
بثيت انت حلو ارحب يا ابو حسن ارحب ترحب المطر الشيخ هاي ابو سالم اقول بثيت امس يا طويل العمر وعلق البث طيب. حلف الضرب وبثيت مره ثانيه وعلق وحلفني عقب يا ولد طيب سار حاج ارحب عيال شوي شوي ونجيب قريبك حلم ولا ليلة غابرة اللي في العريه والحنيريه تراك معزوم على عشان الساعه 10:30